بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا رب العالمين جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابليها مثنين بها عليك، وأتمها علينا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. ونحن الآن في السنة السابعة في هذا الكتاب، يعني بقى لنا 7 سنوات حتى نصل إلى هذه المكان، هذا المكان في الكتاب، وهو فصل في الحوالة. فصل في الحوالة والحوالة، ينفع بالفتح والكسر، والفتح أفصح. الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها، وهي لغة التحول أي الانتقال، وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. إيه هي الحوالة؟ الأول نحكيها كده بالطريقة البسيطة. يكون مثلا لإنسان له دين علي، فأنا في هذه الحالة مدين والآخر دائن، وأكون في نفس الوقت أنا دائن لإنسان ثالث. كويس؟ يعني مثلا محمد يحتاج أن يأخذ مني دينا أخذته أنا منه ب100 جنيه مثلا أو 1000 جنيه، فيبقى محمد يريد من يسري 1000 جنيه، ويسري اللي هو أنا أريد أن آخذ من زيد 1000 جنيه، لأن بيني وبينه معاملة، فأنا لي في حقه 1000 جنيه. أقوم أنا أعمل إيه عشان أختصر السكة؟ أقول لمحمد خذ 1000 التي لي عند زيد بدل من 1000 التي تريدها مني. يبقى فبدل ما يطالبني، بدل ما أنا أطالب زيد أعطيني 1000 فأخذها منه ليعطيها إلى محمد، أنا أختصر المسافة. أقول لمحمد اذهب إلى زيد وخذ منه 1000 التي في حق التي في ذمته لي. يبقى أحلتك على زيد. يبقى أنا في الحالة دي اسمي إيه؟ محيل. محيل اسم فاعل، أنا الذي قمت بالإحالة، يبقى أنا اسمي محيل. كويس؟ أنا اسمي محيل، واللي وقع عليه الإحالة اللي هو محمد اسمه محتال. محتال يعني وقعت عليه الإحالة. كويس؟ وزيد محال عليه. يبقى في محيل وفي محتال وفي محال عليه، يبقى 3 أطراف. يبقى الحوالة دي عبارة عن عقد بين 3 أطراف. كويس؟ وهي كأنها، هل هي بيع ولا هي استيفاء حق؟ قولان عند الشافعي ذكرهم الإمام حتى الشافعي في الأم. هل هي بيع؟ بيع دين بدين، كالئ بكالئ، وتبقى رخصة لأنها جاية خلاف النهي، على خلاف الدليل لعذر، لأن الرخصة مكانها على خلاف الدليل لعذر،
نهى النبي عن بيع الدين بالدين او بيع الكالئ بالكالئ. طيب ما دي كأن انا بالظبط بعت ديني بدين، بديني على فلان، ديني لفلان بديني على فلان، كأني بعت ديني بدين، مش كده برضه؟ ما هي منهي عنه، لكن النبي اجازها، اجازها بحديث صحيح في البخاري وفي مسلم وغيره، وهنقرأ الحديث الان ان شاء الله. يبقى النبي اجازها على خلاف الدليل، تبقى رخصه، تبقى رخصه، خدت بالك؟ لأن الرخصة هي تعرفها ما كان على خلاف الدليل لعذر، والعزيمة ما كان على وفق الدليل. كل حكم على وفق الدليل يسموه عزيمة، كل وفق على خلاف كل حكم على خلاف الدليل يسموه رخصة. واضح؟ وعلشان كده بيقول إيه؟ شرعا هي نقل الحق من ذمة المحيل اللي هو يسري في المثال بتاعنا إلى ذمة المحال عليه اللي هو زيد. فيجي محمد ما يطالبش يسري، محمد يطالب زيد بقى. وبرقت ذمتي أنا. كويس؟ فهمت بقى مشيت إزاي؟ وشرائط الحوالة أربعة، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين. يبقى المحيل لازم تبقى برغبتي، لأنها مش إكراه. ده على الايه؟ ده شيء جائز، انا يجوز ليا ان انا اقول له ان انا احيلك، ويجوز ليا ان انا اسدد له من اي جهه اخرى. مش كده برضه؟ فيبقى علشان تتعمل لابد من رضاي، يعني بلا اكراه، محدش يكرهني على الحال. واضح؟ يبقى لازم الرضا، والرضا ده يعبر عنه بالصيغه الايجاب والقبول. لان الرضا ده امر قلبي، وفي المعاملات الاطلاع للمعاملين بعضهم مع بعض على قلوب بعضهم البعض. فبيحل محل هذا ايه؟ الصيغه اللي هي الايجاب والقبول. احلتك على فلان تقول قبلت. طب والمحال عليه لا يشترط قبول، لانه هو كده مش خسران حاجه، هو كده كده هيدفع الفلوس. بدل ما هيدفعها لنا هيدفعها لفلان بس وخلاص. فمش محتاج انا موافقه المحال عليه. لكن احنا محتاجين موافقه المحيل والمحال والمحتال. كويس؟ وعشان كده قال لك وشرائط الحوالة أربعة، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين. والمقصود بالرضا هنا يعني عدم الإكراه، يعني لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، خلافا للأحناف يعني اشترطوا رضا المحال عليه. ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. ما تنفعش أنا أحيلك على واحد هو ما عليهوش دين ليا، ما ينفعش. زيد ده اصلا اللي انا هحيلك عليه ما فيش بيني وبينه معامله اصلا، فازاي احيلك عليه؟ ما تبقاش حواله. طب لو قلت له خذ من زيد، يبقى ده بايه؟ بيوفي دين فلان من باب التبرع بقى، فكانه بيتبرع ان هو يوفي الدين ويبقى قرض حسن بقى، اما تبرع منه او ان هو بينقل الذمه للعلاقه بيني وبينه وخلاص. لكنها ما بقاش حواله. حواله لازم يبقى فيه دين، في يعني انا مستحق مال في ذمته، عشان اما احيله لمال استحق لفلان عندي فاحيله يقوم يدي، يبقى لازم يبقى فيه دين. والثاني قبول المحتال، يبقى رضا المحيل وقبول المحتال. المحال عليه الطرف الثالث ده ملناش دعوه بيه. واضح؟ لا يشترط فيه. وهو مستحق الدين على المحيل، مستحق الدين على المحيل في المثال بتاعنا اللي هو محمد، مستحق الدين من يسري. فيروح يسري يقول لمحمد روح خده من زيد، لان انا كنت عايز اخد ديني من زيد. واضح؟ والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمه. يعني لازم يكون الحق ده مستقر في الذمة، أو يعني معنى مستقر في الذمة يعني لازم أو يقول للزوم. إنما لو حاجة غير لازمة أو لا تقول للزوم ما تنفعش، هنشرحها بعد كده في الحاشية. والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يقول إلى اللزوم. والرابع اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس،
اتفاق ما يعني الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. يعني محمد عايز ياخد مني 1000 جنيه احيله على زيد، وزيدا عايز اخد منه 1000 طن قمح، ما ينفعش. انت عايز تاخد مني 1000 جنيه او انا احيلك على واحد هيديني قمح، ما ينفعش. او انت عايز تاخد مني 1000 جنيه احيلك لواحد انا عايز اخد منه دولار او يورو، ما ينفعش. فهمت؟ يبقى لازم نفس النوع والقدر. يبقى اتفاق ما يعني اي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والقدر. يبقى الجنس جنيه مصري، جنيه مصري. القدر 1000 جنيه، يبقى 1000 جنيه. في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل. الحلول يبقى كمان حال، يبقى وقت أداء الدين زيد، الدين اللي ليا على زيد هو نفس وقت طلب محمد الدين مني. أو ما أقول له خلاص ده هو أصلا جاء وقت أداء دين زيد ليا في نفس الوقت اللي أنت بتطالبني بدينه، أو ما أقول لك خلاص روح خده منه، لأن الاتنين بقوا محالين. أو أنت هتطالبني بعد شهر وأنا هطالب زيد بعد شهر، وأقول لك طب خده بعد شهر من زيد. كويس؟ يبقى متفقين في التأجيل أو في الحلول. والصحة والتكسير، لأن كان زمان يبقى في دراهم مكسرة وفي دنانير مكسرة وفي دنانير كاملة على حسب، فبتقل قيمتها لأن كان الدينار عبرة فيه بالوزن. فلما يجي يوزن الدينار المكسر أو المستعمل بقاله سنين بيكون اتبرى، فيبقى أقل من 4 جرام وربع. كويس؟ فيبقى ده غير الدينار اللي هو لسه جديد وزنه منضبط. فيبقى لازم تكون يتفقوا كمان في الصحة ايه والتكسير. وتبرأ بها، يعني فائدة الحوالة ايه؟ تبرأ بها اي الحوالة ذمة المحيل، ذمتي برئت خلاص. لما انا قلت لمحمد روح خد الدين الذي تريده مني، خذه من زيد، وقبل محمد، يبقى انا برئت ذمتي خلاص، ما يجيش يطالبني. واضح؟ حتى لو زيد افلس، راح لزيد يطالب لانه هو اشهر افلاسه ومعهوش فلوس، ما يقدرش يرجع علي، خلاص برئت ذمتي. واضح؟ وتبرأ بها اي الحوالة ذمة المحيل اي عن دين المحتال، ويبرأ ايضا المحال عليه عن دين المحيل، ويبرأ كمان زيد من دينه جهتي. يبقى العلاقة هتبقى بين محمد وزيد، بعد ما كانت العلاقة بين يسري ومحمد وبين يسري وزيد، يسري ده وسط بينهم اللي هو المحال المحيل ده وسط، عايز يدي لمحمد وياخد من زيد، يروح هو طالع بينهم يقول لهم خدوا من بعض. واضح؟ ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. المحتال هنا اللي هو مين؟ اللي هو محمد. والمحال عليه اللي هو مين؟ اللي هو زيد. والمحيل اللي هو مين؟ اللي هو يسري. واضح؟ حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما لم يرجع على المحيل، ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. ده خلاصة إيه؟ شرح ابن قاسم على كلام القاضي شجاع، القاضي أبي شجاع في الغاية والتقليد. نشوف كلام الشيخ البيجوري بيشرح الكلام ده بيقول إيه. فصل في الحوالة أي في شرائطها وبيان فائدتها وهي رخصة. شوف بقى حكمها إنها رخصة مهمة، دي رخصة، لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة على الأصح. طب ومقابل الأصح إيه؟ استيفاء حق. يبقى عندنا فيها قولين، في بعض العلماء يقول لك وجهين، والحقيقة قولين لأن ذكرهم الإمام الشافعي في الأم، وما ذكره الشافعي تبقى أقوال، وما استنبطه علماء المذهب من بعد يسموها أوجه، مش كده برضه؟ فيبقى إيه؟ كان الأولى هنا بدل ما يقول الأصح وهي صفة الوجه الراجح، كان الأولى يقول الأزهر. الأزهر
الاظهر وهو الراجح من الاقوال، مش كده برضو؟ لكن على اي حال بعض العلماء كانوا بيصنفوها على انها اوجه، ولكنها ليست اوجه، دي اقوال. وهي رخصه لانها بيع دين بدين جوز للحاجه على الاصح. وايه هي الحاجه؟ ابراء ذمه الناس، تيسير معاملات الناس، ادي الحاجه. وقيل الوجه المقابل بقى او القول المقابل للراجح انها استيفاء، يعني استيفاء حق. واركانها سته: محيل ومحتال ومحال عليه. يبقى عندنا السته اللي هم ايه؟ اول ثلاثه منهم الثلاث اشخاص: محيل ومحتال ومحال عليه، اللي هو يسري ومحمد وزيد. دي اول ثلاث ايه؟ اركان. وبعدين ركنين تانيين دينان، دين. شوف بقى، دينان، دين للمحتال على المحيل، دين للمحتال اللي هو محمد على المحيل اللي هو يسري، ودين للمحيل على المحال عليه. يبقى دينان. فهمت بقى؟ يبقى كده بقينا خمسه. طب والسادس؟ الصيغه. وصيغه كما في البيع. يبقى عرفت ان سته اركان الحواله سهله ازاي؟ ثلاثه محيل ومحتال ومحال عليه، ثلاث اشخاص، ودينان، دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه. ادي خمسه. والسادس الصيغه. الصيغه بتبقى بين مين ومين؟ الصيغه بتبقى بين المحيل والمحتال، المحال عليه ملوش دخل. واضح؟ كما في البيع ونحوه. ولا يتعين لفظها، يعني مش شرط يتعين لفظ معين، بل هو ممكن يقول له كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي، فإن اقتصر على أحلتك على فلان بكذا فقيل كناية، والمعتمد أنه صريح لأنه فيها الإحالة، وحينئذ فلا كناية لها. أو ما يؤدي معناه كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي لي عليه بحقك. كل دي صيغ تبقى بنفس المعنى. واضح؟ ولا تدخلها الإقالة على المعتمد وإن كانت بيعا. أنت مكتوب عندك إيه؟ لا، وإن كانت بيعا. ما هو البيع يدخله الإقالة، وإحنا قلنا إنها بيع. طب ليه قلنا الحواله بانها بيع على الارجح ما تدخلهاش الاقاله؟ لان ليها وجه انها استيفاء حق، واستيفاء الحق ما فيهوش اقاله. فخدنا من 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 انها تحتمل الاستيفاء نفي الاقاله. واضح؟ ولا تدخلها الاقاله على المعتمد وان كانت بيعا، لأن البيع يدخل الإقالة، نظرا للقول بأنها استيفاء. واضح؟ واستيفاء الحق ما فيهوش إقالة، في إبراء، في حاجة اسمها إبراء، دي حاجة تانية. واضح؟ في الصلح. أيوه. الإقالة أنك أنت بعد ما تتفق على العقد بيع مع بائع وأنت مشتري، تقوم تقول له أقلني، بعد ما يتم الصيغة وكل حاجة يظهر ليك انك انت مش عايز تستمر في المسألة، فتقول له أقلني. أقلني يعني كأن ما حصلش حاجة، يعني رجع لي فلوسي وخد بضاعتك. دي اسمها الإقالة. الإقالة دي يستحب ولا يجب على البائع انه يوافق على فكرة. وساعات البائع برضو يجي يبيع الحاجة لأنه كان مضطر لبيعها، وبعد ما يتفق معاك يزول اضطرار، فيقول لك خلاص معلش ممكن تقلني، انا ما كنت بحبيع مضطر والاضطرار زاد، تقلني. يستحب الاقاله لحسن العشره وحسن اخلاق المسلمين، تستحب ولا يجب لان العقد تم. واضح؟ ولهذا لا تصح بلفظ البيع، والاصل فيها علشان كده ما تصحش بلفظ البيع، لان البيع فيه اقاله. ولو قلت بعتك دينك لي بديني على فلان باللفظ ده كده لا تصح. واضح؟
لأن الشرع أطلق عليها اسم جديد ليميزها بينها وبين البيع، لأن البيع منهي أن تبيع دين بدين، فميزها الشارع وإن كانت في معناها بلفظ جديد حتى لا تلتبس الأحكام. واضح؟ ولهذا لا تصح بلفظ البيع، والأصل فيها قبل الإجماع، الأصل يعني الدليل. يبقى ما يقول لك الأصل في كتب الفقه يعني الدليل، والأصل فيها قبل الإجماع يعني الكتاب والسنة. أما يقول لك الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل، دي أدلة الشرع في أي مسألة. يقول لك الدليل إيه هو الدليل؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العقل. ساعات يقول لك دليل عقلي، فهم؟ الاستحسان أحيانا، المصلحة المرسلة، كل دي أدلة من أدلة الشرع. يبقى هنا والأصل فيها قبل الإجماع، لأن قبل الإجماع في الكتاب والسنة، مش كده برضو؟ خبر الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، يعني لما يبقى أنت ربنا أغناك وعندك سيولة، ويجي واحد يطالبك بالدين بتاعه اللي في ذمتك وتيجي تقول له بعدين وانت معاك، تبقى ظالم. طالما ربنا أغناك لا تماطل، سدد ديونك على طول للناس. لكن لو مطلت وانت معاك سيولة تبقى انت ظالم. مطل الغني ظلم. واضح؟ المطل يعني المماطلة. وإذا أتبع أحدكم على مليء، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية فليتبع بالتشديد كده. وإذا أتبع أحدكم على مليء يعني على غني، أتبع يعني إيه؟ يعني حيلة. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني أو فليتبع بسكون التاء في الموضعين، ويجوز التشديد في الثاني اللي هو فليتبع. أي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. المليء يعني إيه؟ يعني المحال عليه يبقى غني. أنا أحلتك على واحد غني وبيدفع وزمته كويسة ومشهور في السوق، خلاص بقى وافق، خلاص واسمع الكلام. قول له لا تجيبها لي أنت يا سيدي، ما هو خلاص ما تروح لفلان هيسددها، أنا مسافر، أنا مواعيدي ضيقة، أنا مش فاضي، أي عذر. واضح؟ يبقى إيه؟ يسمع الكلام بقى. كما رواه هكذا البيهقي. والمراد من المطل إطالة المدافعة 3 مرات فأكثر، فمتى زاد على 2 فهو كبيرة وإلا فصغيرة، وقرر بعضهم أنه صغيرة مطلقا إلا أنه يكون في حكم الكبيرة عند الزيادة على 2. أنا أميل إن هي كبيرة، لأن النبي وصفها بالظلم، المماطلة ظلم. يبقى المماطلة لما تبقى ظلم، الظلم كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى النبي لما يشبهها بالظلم يعني يشبهها بالكبيرة. يبقى من قال أنها كبيرة ليه وجهة نظر، أنا أميل ليها، هذه وجهة النظر. لكن بعض العلماء قال لك أصل دي في المعاوضات، والمعاوضات أصلا غير لازمة. فهمت ازاي؟ طالما المعاوضات غير لازمة لزوم حتمي، يبقى ما يتولد منها يكون على الإباحة أو على الاستحباب، مش على الوجوب ولا على التحريم. واضح؟ ده في بعض العلماء قالوا كده يعني، ففكروا بالطريقة دي، لكن أنا مش معاهم في هذا التفكير، لأن أكل أموال الناس بالباطل ظلم من الكبائر. فإذا أخذت أنا منه شيء ثم ماطلت في سداده يبقى أنا كده باكل أمواله بالباطل، فإذا أكلت ماله بالباطل فهذا حرام قطعا. صحيح هو في البداية لا يشترط علي ولا ملزم أنا إن أنا أستدين في البداية، لكن لو وقع لازم علي إن أنا أؤدي ديني وأؤدي ما علي، لأن شغل ذمتي. فمن نظر للبداية أنها غير لازمة قال أنه لا يتولد من غير اللازم كبيرة، بل يكون صغيرة، لأنه ده غير لازم. اللي نظر للبدء
الشيء، لكن النظر لما يقول إليه الأمر وهو أكل أموال الناس بالباطل قال لك إنها تبقى كبيرة. فهم؟ وأنا أميل لما للمآل مش للبداية. والذي يأكله دون مماطلة يا سيدي هيأكله إزاي بدون مماطلة؟ يعني لا يطالبه؟ لا يعني مثلا يعني صاحب الحق ما بيجيش يطالبه. خلاص؟ خلاص؟ لا يعني هو عنده فلوس يا سيدي ما يعني ما لكن ما بيجيش يطالبك؟ مش عايز يدفعها أصلا يعني. ما هي دي مماطلة. دي اللي اسمها المماطلة. هو محمد عايز ياخد مني الألف جنيه، محمد ما بيجيش يطالبني بيها خالص. واخد بالك؟ يستحب في حقي ان انا اتصل بيه واديله. يستحب ولا يجب. لكن لو مت يجب دفعها من التركة لأنها ديون متعلقة بالتركة. واضح؟ لإبراء ذمتي. لكن لو طلبني بيها وأنا معايا السيولة ثم ما طلته يحرم علي ذلك. واضح؟ هل هذه الحرمة كبيرة ولا صغيرة؟ خلاف بين العلماء. يعني الكل أجمع أنها حرام. الكل أجمع على أن المماطلة حرام. لكن حجم هذا الحرام هل كبيرة ولا صغيرة؟ لأن الصغير حرام برضه. مش مكروهة؟ ده حرام. واضح؟ يبقى أجمع العلماء على حرمتها واختلفوا في درجة الحرمة. بعضهم قال أنها كبيرة لأنه وصفا النبي بالظلم. وبعضهم قال أنها صغيرة لأنها في عقود المعوضات، وعقود المعوضات ليست على الإلزام. واضح؟ والمراد من المطل إطالة المدافعة ثلاث مرات فأكثر، فمتى زاد على مرتين فهو كبيرة وإلا فصغيرة. وقرر بعضهم أنه صغيرة مطلقا إلا أنه يكون في حكم الكبيرة عند الزيادة على المرتين. ويسن قبولها على مليء. يبقى يسن من الايه؟ من المحتال ان يقبلها. لما عرضها عليه يقبلها. يسن. لكن هي مش واجبه في حقي ان انا احيله. واضح؟ لانه ممكن ان انا اوفيه من اي جهه. مش شرط ان انا اوفيه من جهه المال اللي انا هاخده من زيد. فهمت؟ ويسن قبولها على مليء مقر باذل لا شبهه في ماله. بالقيود دي كلها يسن قبولها على مليء. مليء يعني غني، يعني رجل مليء، يعني رجل غني عنده من المال وعنده سيولة كافية يعرف يسدد. مقر. مقر بالدين اللي ليه على المحيل. يبقى مقر بان فعلا ليه دين على المحيل. باذل يعني مشهور في السوق انه بيسدد ديونه اول باول، مش بياكل على الناس بالباطل. باذل يعني بيدفع ايه؟ ما للناس عليه. لا ياكل اموال الناس، ده يعني معنى باذل. لا شبهة في ماله، يكون ماله حلال. لكن لو ماله شبهة يبقى يكره قبولها، لو ماله حرام يحرم قبولها. بيتاجر في المخدرات. ملهاش لازمة دي بقى. تاجر بس بيحتكر السلع. ماله فيه شبهة يبقى بلاش على سبيل ايه؟ الكراهة. طب وماله قطعا فيه حرمة، بيتاجر في الخمرة، بياكل اموال الناس بالباطل، بيرابي في السوق، يبقى يحرم ان انا اقبله. واضح؟ لهذا الحديث وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات. ليه قلنا ان هي ايه؟ يسن قبولها، ما قلناش واجب يقبلها، قلنا يسن قبولها. واللي صرفوا عن الوجوب ايه؟ القياس على سائر المعاوضات. ما هي لا تجب، يعني انا مش واجب عليا ان انا ابيع واشتري منك بالذات انت. الامور على الاباحه. مش واجب عليا ان انا استدين منك او انك انت تدين الناس، مش واجب عليك، ده دي تيسيرا للمعايش بس، لكنها مش واجب. فإن لم يكن باذلا، افرض ان انا احيلك على واحد، لكن الواحد ده ما بيدفعش بسهولة. بيدفع بس مش بسهولة. يبقى ايه؟ أبيح له. ما اصل ممكن يكون المحيل ده اصعب من المحال عليه. فهم؟ فيقوم اول ما احيلك على التاني تقول خلاص ما يجراش حاجة، ما هو ده اصعب والتاني صعب بس اسهل من التاني شوية، يبقى مصلحة.
خلصنا من واحد صعب قوي الى واحد صعب نص نص. واضح؟ فإن لم يكن باذلا أبيح، وإن كان في ماله شبهة كره، وإن كان ماله حراما حراما حرم. واضح؟ ويجب فيما إذا، إمتى تجب بقى الحوالة؟ احنا قلنا يسن. إمتى تجب بقى قبولها؟ احنا قلنا يسن قبولها من المحتال. أحيانا يجب، أحيانا يحرم، أحيانا يباح، وهكذا. طب إمتى يجب؟ قال لك يجب لو كان ايه؟ استيفاء حق لمحجور عليه. لو كان الدين ده لطفل صغير وانت وليه وانت عايز تحصل هذا الدين مسؤول عنه، يبقى يجب قبولها لتحصيل الحق، لان ده محجور عليه، عنده سفه، عنده صغر سن. واحنا خدنا باب الحجر قبل كده. ويجب فيما اذا كان الدين لمحجور عليه وتعينت الحوالة طريقا لاستفاء. يعني أنا لما خدت المال، خدت المال من رجل، هذا الرجل مات وترك أطفال، كويس، فصار الأطفال دول حقهم ياخدوا الدين مني لأنهم ورثة هذا الرجل، وأصبح محمد ولي عليهم، هم محجور عليهم، محمد مسؤول عنهم. فلما اجي احيل الدين للاطفال دول على فلان، يجب على وليهم اللي هو محمد انه يقبل مراعاة لمصلحته، استيفاء لدينه. واضح؟ فهمت القصة ماشية ازاي؟ لكن لو كان العلاقة بيني وبين محمد مباشرة ومال محمد، هو يسن ان يقبلها، يسن ولا يجب في حقه. واضح؟ ويجد فيما إذا كان الدين لمحجور عليه وتعينت الحوالة طريقا لاستفاء. تعينت يعني ما فيش طريق تاني، ما فيش طريق آخر إلا بالحوالة، يبقى ساعتها يعني يجب عليه أن يقبل. قوله بفتح الحاء وحكي كسرها، يعني الحوالة والحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها لغية ضعيف، الأفصح حوالة. قوله وهي يعني لغة أي الحوالة. قوله التحول مصدر لتحول، تحولا، تحول يبقى تحول. وفي بعض النسخ التحويل بزيادة الياء، يبقى حول، تحول، تحول وتحويل، تنفع مصدرين، عشان كده بعضهم عبر عنها بالتحويل وبعضهم عبر عنها بالتحول. والأول أنسب، لأن الذي بمعنى الانتقال إنما هو التحول للتحويل، إلا أن يراد بالتحويل التحول. ولذلك قال الشارح أي الانتقال بأي التفسيرية، أي دي بيسموها أي التفسيرية. والذي في عبارة الشيخ الخطيب، الخطيب الشربيني له شرح أيضا على متن الغاية والتقريب، قال إيه فيها؟ قال التحول والانتقال، مش أو، والانتقال بالعطف كده، وهو من قبيل عطف التفسير، فرجع لعبارة الشارح اللي هو التحول أو الانتقال. وقيل إنه من عطف الخاص على العام، لأن التحول أخص من الانتقال، كل انتقال تحول وليس كل تحول انتقال. يعني هدي لك مثال، أنا ممكن وأنا جالس على الكرسي كده أتحول للجهة دي كده ولا أنتقل، كويس، لكن لا يقال ويسمى هذا التحول انتقال وتحول، كويس، لكن لو غيرت المكان ورحت الحتة دي ما ينفعش، ما يسموش اسمه تحول، لكن يطلق عليه انتقال فقط. فالانتقال معناه الحركة، والتحول معناه يعني تغير الجهة مع عدم الحركة، وبالتالي يبقى الانتقال أعم من التحول. واضح؟
وقيل انه من عطف الخاص على العام لانه يعتبر في الانتقال اختلاف المحل بخلاف التحول ما يعتبرش في اختلاف المحل، مش كده برضو؟ فانه قد يكون مع اتحاد المحل. قوله وشرعا عطف على لغة، وقوله نقل هو لما عرفها شرعا قال ايه؟ نقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. وقوله نقل اي بصيغة، وهي العقد المركب من الايجاب والقبول. يعني النقل ده هيتم ازاي؟ هيتم بصيغة. وانت هتعرف ازاي ان انا نقلت حقك لفلان الا لو تلفظت بالفاظ؟ يبقى لابد يبقى النقل ده يتم بصيغة، واضح؟ وهي العقد المركب من الإيجاب والقبول. ففي كلامي تقدير متعلق بمحذوف، والقرين عليه قول وشرعا إلى آخره، لأن المعنى الشرعي هو العقد. ما احنا قلنا أن الحوالة دي عقد من العقود، الحوالة عقد من العقود، والعقود بتقوم على الصيغ والألفاظ المنضبطة، مش كده برضو؟ كما هو معلوم. فكان الأولى أن يقول وشرعا عقد يقتدي نقل، لكن هو قال نقل على طول، ما قالش عقد يقتضي نقل. لما علمت من أن مسماها شرعا هو العقد لا النقل. وقوله الحق نقل الحق أي نظيره لا عينه. هنا الحق هنا الألف واللام ليست للعهد، في الحق المعهود اللي هو المتعين بعينه بنفسه، لا ده الجنس، أي حاجة تحل محله. لأن أنا الألف جنيه اللي خدتها من محمد غير الألف جنيه اللي خدها زايدة مني، دي غير دي. فلما بقول له روح خدها يبقى ياخد بدلها، مش بياخد نفسها، فهمت؟ هياخد بدلها ورق مختلف غير الورق اللي بتقول، فهمت؟ وعشان كده بيقول لك هنا وقوله الحق أي نظيره لا عينه، لأن الألف واللام قد تكون للعهد يعني يبقى الحق واحد، وقد تكون للجنس يعني اي حاجة تحل، وقد تكون للاستغراق، مش كده برضو؟ وقوله الحق اي نظيره لا عينه، عينه يعني نفسه، لان المراد بالحق دين المحتال الذي على المحيل، وهو يسقط بالحوالة وتبرأ بها ذمة المحيل كما سيأتي، وانما يثبت نظيره في ذمة المحال عليه للمحتال، فلذلك تسمحوا في تعبيرهم بنقل الحق. واضح؟ زي ما قلت لك خلي الالف واللام للجنس مفيش اشكال، لكن لو تخليها للعهد يبقى الحق واحد يبقى ما تنفعش، يبقى الاشكال لو خليت الالف واللام للعهد، لكن لو خليت الالف واللام للجنس مفيش اشكال وما نحتاجش التفصيل اللي قاله الشيخ ده. قول وشرائط الحواله اربعه إلى آخره، لا يخفى أن المصنف عد منها القبول مع أنه جزء من الصيغة التي هي ركن، وكذلك رضا المحيل إذا كان بمعنى الإيجاب بأن يراد بالرضا ما يدل عليه وهو اللفظ كما سيأتي، فهو جزء من الصيغة أيضا. ففي تعبير المصنف بالشرائط خد بالك أن الصيغة ركن مش شرط، لأن الفرق بين الركن والشرط الاثنين لازمين، بس الشرط خارج عن محل العقد والركن داخل في المحل في العقد ذاته. الاثنين ضروريين الشرط والركن، لكن الركن جزء من العقد والشرط ضروري لصحة العقد. واضح؟ فعلشان كده بيقول لك الصيغة دي ركن في العقد، ليه خليها في الشروط؟ يبقى تجوز. أحيانا الفقهاء يحط في وسط الشروط بعض الأركان تجوزا. واضح؟ ففي تعبير المصنف بالشرائط تجوز بالنسبة لبعضها بأن يراد بالشرط ما لابد منه فيشمل الركن. قوله أربعة، قال لك بل خمسة، راح مزود لنا الشيخ البيجوري خامس. والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة. يبقى لازم برضو من ضمن الشروط اللي تتقال ان لازم يبقى عالم بقدر الدين وصفته اللي انا هطلبه من المحال عليه عشان المحتال يروح يطالبه بيه. واضح؟ فلو جهل ذلك العاقدان
العاقدان اللي هم مين؟ المحيل والمحتال، هم دول العاقدان. المحال عليه مش من ضمنهم، واضح؟ اللي هو في المثال اللي قلناه من اول الدرس اللي هو محمد ويسري، يسري المحيل والمحتال مين؟ محمد، واضح؟ دول العاقدان او احدهما. فلو جهل ذلك العاقدان، يعني الاثنين جهلوا او واحد فيهم جهل، كأنه في جهالة بالمبيع. ينفع عقد البيع وفي جهالة بالمبيع؟ ما احنا قلنا ان الحوالة بيع، يبقى لازم تزول الجهال من الطرفين. فلو جهل ذلك العاقدان الاثنين او احدهما فهي باطلة، كالبيع يبقى باطل برضه بسبب الجهالة. وزادوا شرطا سادسا، زودوا عليها شرط سادس، وهو صحة الاعتياض عن الدين. الاعتياض يعني طلب العوض يعني واخذه، الاعتياض يعني البدل، ان يعوضوني بحاجة بدله، صحة الاعتياض عن الدين. وخرج به دين السلم، السلم ما ينفعش الاعتياض عليه. انا السلم ده عبارة عن ايه؟ عن بيع موصوف في الذمة. الموصوف في الذمة ده ما تجيبليش غيره، تنفع تجيب لي غيره؟ انا دفعت لك مال ووصفت لك البضاعة في ذمتك انك تحضرها لي، صفاتها كذا وكذا وكذا، ينفع بقى الموصوف في الذمة ده انك انت تجعله دين احالة وتحيل عليه؟ ما ينفعش، لانه ده لا، ده انا عايزه بنفسه بذاته بعينه بصفته، لكن في الدين انا عايز قدره او قيمته او مثله لا نفسه، فهمت بقى؟ فالسلم ما ينفعش لانه لا يقبل الاعتياض، واضح؟ كذلك دين الزكاة، الزكاة من جنس المال المزكى، انا وجبت علي الزكاة، واخد بالك؟ فالزكاة بتاعتي تطلع هياخدها مني زروع مثلا، زكاة زروع، وانا ليا دين بالمال بالنقود يعني على فلان، ينفع اقول للساعي روح خد النقود دي مكان زكاة الزرع ما يقدرها في السوق؟ ما ينفعش، لان الزكاة من جنس المزكى، فما ينفعش زكاة الزروع ياخدها نقد، ولا زكاة الحيوان ياخدها زروع، فهمت بقى ازاي؟ لانها لا تقبل الاعتياض، لا تقبل العوض، لا تقبل انه يبقى في بدلها حاجة، هي نفسها متعلقة بنفسها، فهمت؟ نكمل بس الحتة دي. سادسا، وهو صحة الاعتياض عن الدين، وخرج به دين السلم ورأس ماله، فلا تصح الحوالة فيهما لعدم صحة الاعتياض عنهما، وخرج به ايضا الزكاة فلا تصح الحوالة فيها من الساعي او المستحق ولا له من المالك، وان تلف النصاب بعد التمكن لعدم صحة الاعتياض عنها، واضح؟ تفضل. عندنا احنا ما نصوش، ما هو لو في عداوة مش هيقبل، لو في عداوة لو احلته على عدو ليه مش هيقبل، فهو مخطور مقبولة ضمنا، وهي زوال الايه يعني زوال الاكراه، ما يبقاش في اي اكراه، لانه هو لو انا قلت له خدها من عدو لك كأني بأكرهه، والإكراه مش مطلوب في المعاوضات والمعاملات، لازم فيها الاختيار، مش كده؟ فيعني لو ما نصناش عليها فهي في وسط الكلام معتبرة، يعني هو أمر معتبر في وسط الكلام. طب افرض في بينه وبينه عداوة لكنه قبل، تصح؟ هي في بينه وبينه عداوة وهو قبل علشان عنده مصلحة، عشان يزود الديون اللي عليه يقوم يوديه في داهية أكتر، عايز ينتقم منه، فأدت له مصلحة، قال يا سلام ده أنا كنت مستنيها دي مثلا، أو عنده القدرة بالرغم العداوة إنه يقدر يضغط عليه وياخد الحق منه، ممكن ولا لأ؟ ممكن، لأنه مثلا حاكم، لأنه مثلا له عزوة، لأنه له قوة أو شيء من هذا، واضح؟ وعلشان كده مش من ضمن الشروط، لكن هي مطلوبة متروكة للمحتال،
يقبل ولا مش هيقبل؟ والله في بينه وبينه عداوه وقبل بها ونعمه، ما قبلش خلاص هو حر، لان اصلا القبول مش لازم عليه. مش كده احنا بنقول يسن له القبول ولا يجب في حقه الا في صوره بس ايه اللي هو يكون محجور عليه، يكون ولي لمحجور عليه، ولا وتعين الحوالة لاستيفاء الدين كمان، مش محجور عليهم بس، محجور عليهم ولا يستطيع انهم ياخذوا حقهم الا عن طريق الحوالة. يبقى في الحالة دي يجب عليه القبول، ودي حالة ضيقة نادرة. واضح؟ لو تصبر ونخلص، لان ممكن اللي في ذهنك يتجاوب عليه، ونخلي الأسئلة في آخر الدرس. ليه بقى؟ لأن هتقل كتير، لأن ممكن يخطر في بالك شيء تجد إجابته بعد سطرين وبعد ثلاثة. واضح؟ فخلي السؤال اللي في ذهنك اكتبه في ورقة وخليه عشان ما تنسوش برضه، ولو نسيته تريحني. قوله أحدها أي الشرائط الأربعة، وقوله رضا المحيل إن أريد به الرضا اللفظي فهو بمعنى الإجاب، الإجاب اللي هو إيه؟ أحلتك، التاني يقول قبلت، فيكون حينئذ جزءا من الصيغة، ويكون عده من الشرائط تجوزا كما مر، لأن الصيغة ركن مش شرط. وإن أريد به ما دل عليه الإجاب وهو عدم الإكراه فهو شرط، لأنه يدل على اختيار، ولكن لا دلالة عليه بغير الإجاب أيضا. وإن أريد به الرضا القلبي فهو ليس بشرط لأنه خفي، فاكتفي عنه بدلالة الإجاب عليه اللي هو اللفظ، وإنما عبر بالرضا لكونه مدلولا للإجاب فهو وسيلة له، وفيه إشارة إلى عدم وجوبها، يعني إلى عدم وجوب الحوالة يعني، فلا يلزم بها قهرا عنه. يعني ما ينفعش يجي يرفع علي قضية محمد ويجي القاضي يلزمني أنا يسري ان انا اسدد له من ديني اللي على زيد، ما يقهرنيش، لكن يلزمني بان انا اسدد له الدين وخلاص من اي جهه، لكن ما يلزمنيش بان انا احيله، فما تنفعش يبقى قهر. واضح؟ فلا يلزم بها قهرا عنه لانه له ايفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهه معينه. فهمت؟ قوله وهو اي المحيل، المحيل اللي هو مين؟ لا اللي هو يسري في المثال اللي احنا قايلين. فاهم؟ وهو اي المحيل، وقول من عليه الدين اي للمحتال، المحتال اللي هو مين؟ محمد، اللي هو محمد هنا اللي هو طلع سلطان، بس بنشاور عليه واسمه سلطان لكن احنا خلينا محمد. يلا. وقول من عليه الدين اي للمحتال، وهو من له الدين على المحيل كما سيذكره الشارح. ولو اختلف فقال من عليه الدين من له الدين وكلتك لتقضي لي ديني من فلان، فقال أحلتني به، أو قال الأول أردت بقول أحلتك الوكالة، فقال الثاني أردت بذلك الحوالة، صدق منكرها في الصورتين لأن الأصل بقاء الحقين. يعني اختلفنا، قلت لمحمد أحلتك على فلان تأخذ الدين منه، فقال لي قبلت، وفي الآخر قال لي على فكرة أنا كنت قبلت على إنها وكالة مش على إنها حوالة، أو أنا قلت له وكلتك بأن تأخذ الحق من فلان، حقك علي تأخذه من فلان، وكلتك بلفظ التوكيل، فقال قبلت وقال أقصد الحوالة، واختلفنا، لأن الوكالة واخد بالك ازاي تجعله لو كانت وكالة انه يجيب من زيد ويديهون انا، وانا اللي اديهوله لان انا بقى الاصيل وهو وكيل، هناخدها بعد كده في الوكالة، لكن في الحوالة ما يعديش عليا خلاص، انا بارئ ذمتي في الحال. فلو اختلفنا في الالفاظ وجينا رحنا عند القاضي، القاضي يصدق مين؟ يصدق اللي بينفي الحوالة. واخد بالك؟ صدق منكرها، منكر الحوالة في الصورة، لأن الأصل إيه؟ بقاء الحقين، إن الذمة تظل منشغلة، وإحنا شكينا أحلتك ولا ما أحلتكش؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين إيه؟
ان الدين ثابت في الذمتين، دين لمحمد عليا ودين ليا على زيد. فيرجع يقول لك ايه؟ ارجع للاصل. انتوا شاكين في الحواله، اليقين لا يزول بالشك. سيب الحواله، رجع الامور على ما كانت عليه. فهمت بقى القاضي يعمل ايه؟ رجع الامور على ما كانت عليه. اما خلص اللفظ. وهو ادرى بارادته في الثاني، لان الاصل بقاء الحقين، وهو ادرى بارادته في الثاني، ومحل فيها ان احتمل اللفظ الوكاله، والا بان قال احلتك بالقدر الذي لك علي على فلان فلا يصدق في دعوى انه اراد الوكاله لعدم احتمال اللفظ. لكن لو قلت له انا اللفظ واضح، احلتك بالدين الذي لي على فلان بالدين الذي لك علي، واضح اهو. ما يجيش يقول بعد ما اقول قبلت يقول انا كنت قاصد وكاله، لا، ده لفظ صريح، واضح، ده لفظ صريح لعدم احتمال اللفظ لها، فيحلف مدعي الحواله. نقوم في الحاله دي لما يحصل خلاف نروح نعمل ايه؟ يقول لك مدعي الحواله نحلفه، انت قلت فعلا اللفظ ده، فيحلف، خلاص يحكم له، واضح. ولو قال من علي الدين احلتك، فقال من له الدين وكلتني، او قال اردت بقولك احلتك الوكاله صدق الثاني بيمينه، لان الاصل بقاء حقي. هنا بقى ايه؟ اتلعبوا بالالفاظ. انا قلت له احلتك على فلان، قال قبلت الوكاله، مش قال قبلت وسكت، دخل لي لفظ تاني. نرجع تاني زي المساله الاولانيه، يبقى الشك في الوكاله ولا لا؟ يبقى نشيل الحواله ولا لا؟ نشيل الحواله وتفضل الذمه كما كانت، واضح؟ لأن الأصل بقاء حقه إلا إذا لم يحتمل اللفظ الوكالة كما مر. وللمحتال أن يحيل غيره على المحال عليه، وله أيضا أن يحتال من المحال عليه على مدينه، وهكذا. يعني ممكن أنا الوقت أحلت محمد على زيد، كويس، أحلت أنا محمد على زيد، ومحمد ليه أصلا دين المفروض يعني يدفعه لعمر. يوم يجي محمد يقول له انا احلتك يا عمرو على زيد، يوم يجي عمرو ليه دين المفروض يدفعه لعلي، يوم يقول له ايه احلتك يا علي على زيد، فتتسلسل كذا، وفي الاخر يوصل الحكايه علاقه بين زيد وبين واحد بس. فهمت ازاي؟ يعني مش شرط تبقى المساله تتم مره واحده، ده ممكن تبقى سلسله الاحالات، تتعدد الاحالات ممكن. قوله لا المحال عليه، أي وهو من عليه دين المحيل. وقوله فإنه لا يشترط رضاه، لأنه محل الحق، يعني لا يشترط رضا المحال عليه. زيد ده مش هناخد رأيه خالص في المسألة، لأن زيد ده كده كده هو هيدفع الألف جنيه، هيدفعها لمين ما تفرقش، بس المهم هيدفعها وخلاص، فمش محتاج أنا رأيه، واضح؟ هيدفعها لمحمد بدل ما يدفعها ليسري، او يدفعها لعمرو بدل ما يدفعها لمحمد، او يدفعها لعلي بدل ما يدفعها لعمرو، وهكذا، مش مشكله. لكن الاحناف عندهم اشترطوا المحال عليه يوافق برضه. ها؟ شبيهه الموضوع الرهن العقاري اللي هو عامل مشكله. لا، نشوف بقى الرهن العقاري ده، عايز قعده ثانيه. خلينا نفهم دي الحواله الاول، عشان احنا مرتبطين بوقت ضيق وعايزين نخلص المساله. قالوا فانه لا يشترط رضاه، أي لأنه محل الحق كالعبد المبيع، وأيضا لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره في استفائه. ومنه يعلم صحة الحوالة على الميت. تحيل على ميت؟ آه، لأن خراب ذمته بالنسبة للمستقبل. الميت ذمته خربة بالنسبة للمستقبل، لكن ديونه اللي عملها قبل ما يموت ما هي متعلقة بالتارك، مش كده برضه؟ وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، ولا يصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، كويس. ما ينفعش أن أنا أحيله على تركة فلان، لكن أحيله على فلان ولو مات، أنا ما أحيلوش على التركة، لأن التركة ملهاش ذمة، مش كده برضو؟ ولا يصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، لأن لابد يبقى شخص والتركة مش شخص.
وقوله في الأصح هو المعتمد ومقابله يشترط الرضا، مقابل الأصح يشترط رضا المحال عليه، وده وجه عند الشافعية وهو مذهب الحنفية. 10 دقائق عشان ما نأخركوش، تفضل. احنا هناخد بعد الحوالة هناخد الضمان، وبعد الضمان الشركة، وبعد الشركة الوكالة. اسأل السؤال ده في باب الوكالة، كويس؟ ان شاء الله. الصبر جميل. هنا الخلاف في الصيغة، هل هو قال حوالة ولا قال وكالة؟ لان الوكالة بتقتضي ان هو يستوفي الدين ويرجعه لي، والحوالة بيستوفي الدين واخده لنفسه، فهم؟ بس فلما نختلف لازم ايه القاضي يحل الاشكال، هل هتمشيها حوالة بحيث غير ملزم ان هو يديني الدين بعد ما يستوفيه، ولا هي حوالة فيبقى غير يبقى ياخد الدين لنفسه وخلاص، فهم؟ فالحكاية دي المسألة، علشان مين اللي يقول إليه الدين في الآخر؟ مين اللي ياخده؟ في الحوالة هتبرأ ذمتي لو هو رضي، تبرأ ذمته وما يرجعليش تاني في الوكالة، لا وما يرجعليش تاني، انما لو الوكالة ذمتي لسه مشغولة، واضح؟ فالأحكام بتختلف. قول ولا تصح الحوالة من الحوالة على من لا دين عليه، أي ولا ممن لا دين عليه. أنا أصلا مش مديون لحاجة لمحمد، ومحمد بيقول لي عايز 1000 جنيه وأنا مش مديون، ينفع أقول له أحيلك على فلان خدها، وفلان ده كمان مش عايز أنا أخد منه حاجة، فهم؟ يبقى لازم يبقى في دين، لو انتفى الدين ما تنفعش الحوالة، سواء يبقى دين للمحال على للمحيل على المحال عليه، ودين المحتال على المحيل، فهمت؟ ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه، أي ولا ممن لا دين عليه، يعني لا تحل الحوالة على محال عليه غير مدين، ولا كذلك ولا من محيل لدينا عليه، لأنه لا عوض فيهما، فإن رضي من لدينا عليه بها وتطوع بأداء دين المحيل كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره، من قبيل قضاء دين غيره، مش من قبيل إيه الحوالة. يعني افرض ان انا احلت على فلان، وفلان ده اصلا انا مش ليس لي ديون عليه، والتاني قابل، يبقى قابل على انه هيسدد بالنيابة عني الدين بتاعي، واخد بالك ازاي؟ ده على سبيل التطوع بقى، واضح؟ لكن ما تبقاش اسمها عقد حوالة. والثاني، ايوة الشرط الثاني، وقول قبول المحتال، اي بعد الايجاب، بعد ايجاب المحيل، لان القبول لا ينفرد عن الايجاب، فهو يستلزمه وبه تتم الصيغة. والثالث، ايوة الشرط الثالث، وقول كون الحق اي الدين الصادق بالمحال به والمحال عليه. الحق اللي هو ايه؟ اللي هو الدينان، الدين اللي بين المحيل والمحتال، والدين اللي بيني وبين المحال عليه، واضح؟ وقوله فقول الشارح المحال به ليس بقيد، فلو اطلقه هل الحق وسكت، او عممه لكل من المحال به والمحال عليه لكان اولى، سواء كان كل منهما مثليا او متقوما، مش عينيا، اصل الاشياء اما متعينة في ذاتها، بدي لك جوهرة، الجوهرة دي ما فيهاش ديني غيرها، دي جوهرة متعينة ذاتها، فهمت؟ فديتها لك لازم تديهاني هي نفسها، انما اديتك 10 كيلو قمح تديني 10 كيلو قمح مثلي، اديتك بدلة تديني ثمنها ب1000 جنيه تديني 1000 جنيه متقومة، فهم؟ يبقى الاشياء اما متعينة او متقومة او مثلية، اللي بيتم بيها التعامل مع الناس اما مثلية او متقومة، او يعني الاثار اللي بيلاقوها بتاع الفراعنة دي ايه؟ متعينة، ما ينفعش تاخد تديني اي حاجة، ده اثر ليه قيمة، قيمة تاريخية معينة، فينفعش تديني او تروح تدي حتة جرانيتا لواحد يقعد ينحتها في صورة تمثال وتقول لي دي بدل دي، ما ينفعش، دي عاملها امبارح والتانية معمولة من 5000 سنة، دي غير دي، واخد بالك ازاي؟ انما بدلة سهلة،
اختلفنا على بدلة، اجيب لك بدلة غيرها وماشى ادي لك تمنها في السوق بكام بكذا خد كذا. اختلفنا على كم انطار قمح، القمح كتير مال السوق ادي لك كم انطار زيه، فهمت؟ يبقى علشان كده دينا الحوالة لابد ان يكون مثلي او متقوم مش متعين. انت عايز مني حاجة معينة او حيلك تاخد حاجة تانية من فلان مكانها، ما ينفعش. فالحوالة ما ينفعش في المتعين، لكن ينفع في المتقوم او المثلي. واضح؟ سواء كان كل منهما مثليا او متقوما. فالاول كان نقود والحبوب اللي هو المثلي، حبوب بحبوب، نقود بنقود، مثلي. والثاني اللي هو المتقوم كالثياب والعبيد، العبد ده بكام بكذا، العربية دي بكام بكذا، متقوم مش كده برضو. سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب كأن كان كل منهما ثمنا او قرضا ام اختلف. افرض الدين اللي بيني وبين محمد كان دين قرض، والدين اللي بيني وبين زيد كان دين بيع وشراء، ما اشترطش انه يبقى من نفس السبب. فهمتني ازاي؟ يعني مش شرط ان ده دين قرض يبقى ده دين قرض، ما يشترطش. سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب كأن كان كل منهما ثمنا يعني بيع وشراء او قرضا ام اختلف كأن كان احدهما ثمنا والاخر اجرة. وعلم من تفسير الحق بالدين عدم صحة الحوالة بالعين المتعينة او عليها، لما تقدم من ان الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة، يبقى ما توسعش فيها يعني لانها رخصة. قول مستقرا في الذمة، المشهور ان المستقر في الذمة ما لا يتطرق السقوط اليه بان امن من سقوطه كالصداق بعد الدخول والاجرة بعد استفاء المنفعة. الصداق بعد الدخول خلاص استقر في الذمة لا يسقط، لكن الصداق قبل الدخول وبعد العقد المستقر نصفه بس مش كله، لان لو حصل طلاق قبل الدخول بعد العقد هتاخد النصف وترجع النصف. فهمت ازاي؟ لكن امتى يستقر الصداق كله؟ في الذمة بعد الدخول. كذلك الاجرة، أجرة المنفعة بعد استفاء المنفعة. أنا مأجر منك الشقة دي الشهر بألف جنيه، إمتى تستقر الألف جنيه في الذمة؟ لما ينقضي الشهر، مش كده برضو؟ لما استوفي المنفعة تجب الأجرة. واضح؟ وما ذكره الشارح من قول والتقييد بالاستقرار إلى آخره مبني على أن المراد به هذا المعنى، وهو عدم تطرق السقوط إليه في المستقبل كما مثلنا. وأجيب عن المصنف بأن المراد بالمستقر هنا اللازم أو الذي يؤول إلى اللزوم، وإن لم يؤمن من سقوطه كالصداق قبل الدخول. يعني الصداق قبل الدخول ينفع ليه؟ لأن هيقول للزوم، هيقول للزوم. والأجرة قبل استفاء المنفعة، والثمن قبل قبض المبيع. وعلى هذا فلا اعتراض على المصنف، ولذلك فسره المحشي اولا بقول اي لازما ولو مآلا. شوف المحشي البرماوي قال ايه؟ قال ما قالش مستقر في الذمة، عرف المستقر في الذمة ايه؟ اي قال لك اي لازما او مآلا. واضح؟ كما يأتي. والحاصل انه ان فسر المستقر بالمعنى الاول فهو ليس بشرط على المعتمد اللي هو ايه؟ المستقر في الذمة. وان فسر بالمعنى الثاني اللي هو اللازم او حالا او مآلا فهو شرط معتبر. واضح؟ والتقييد بالاستقرار اي تقييد المصنف بالاستقرار، حيث قال كون الحق مستقرا في الذمة موافق لما قاله الرافعي من انه يشترط في دين الحوالة ان يكون مستقرا، وقول لكن النووي الى اخر استدراك على قول موافق لما قاله الرافعي، فإن ظاهره يقتضي أنه مرضي وليس كذلك. وقول استدرك عليه في الروضة أي اعترض على الرافعي في هذا التقييد. وقد علمت أن هذا الاعتراض مبني على أن المراد بالمستقر هنا المعنى الأول
وليس كذلك، بل المراد به هنا المعنى الثاني اللي هو ما يلزم مآلا فلا اعتراض. وقول وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، أي وحين إذ استدرك عليه في الروضة فالمعتبر أن يكون لازما، أي كالثمن بعد مدة الخيار، في مدة خيار بين البائع والمشتري، لو انقضت مدة الخيار يلزم الثمن، مش كده برضو؟ لازم الثمن. وقوله أو يؤول إلى اللزوم أي كالثمن في مدة الخيار، طب الثمن اللي في مدة الخيار ده هيقول للزوم، طيب مدة الخيار ده الثمن ده ده ملك مين؟ المشتري، طالما لسه ما دفعوش الثمن ده ملك المشتري، هو المبيع ملك البائع، في مدة الخيار الثمن ملك المشتري والمبيع ملك البائع. طب افرض ان انا احلت بالثمن وانا مشتري، يبقى سقط الخيار في حق المشتري، واخد بالك؟ لانه تعلق به حق ما يتعلقش به حقان. طب افرض ان البائع في وقت مدة الخيار احال على المبيع، يبقى سقط خيار البائع، واضح؟ فهم؟ لانه تصرف، لانه كانه بتصرفه جعله لازما ففقد ايه ما يقول الى اللزوم وهو الخيار، واضح؟ كالثمن في مدة الخيار. ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن، يبطل خيار المشتري بالحوالة بالثمن بان يحل المشتري البائع به على ثالث لتراضي عاقديها باللزوم فإنه مقتضاه، ولو بقي الخيار فات مقتضاه. ويبطل أيضا بالحوالة عليه بأن يحيل البائع على المشتري ثالثا في حق البائع لرضاه بها، زي ما شرحنا بالضبط، لا في حق المشتري إن لم يرضى بها، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد. وتصح الحوالة بدين الكتابة، بدين الكتابة، الكتابة اللي هو يبقى عبد بيشتري نفسه من سيده وبيدفع له أقساط، يدفع لسيده أقساط، كويس؟ بأن يحيل المكاتب سيده بالنجوم على ثالث لوجود اللزوم من جهة السيد، يعني العبد ده المفروض بيدفع لي كل شهر 1000 جنيه، اللي هو العبد ملكي ده، عمل عقد بيني وبينه هدفع لك 1000 جنيه كل شهر مقابل إن أنا بعد ما أكملهم 30,000 أبقى حر، يبقى 1000 جنيه كل شهر 30 شهر تبقى حر. العبد ده واد بيكسب وبيشتغل، فبقى ليه فلوس على فلان، كويس؟ فيروح لسيده يقول له ايه، احلتك بالالف التي لي عليك عقد كتابة ان تأخذها من فلان، واضح؟ يبقى خلاص تنفع، تنفع، واضح؟ لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منها، وان كان لا يصح الاعتياض عنها. هنا لا يصح الاعتياض عنها ليه؟ لان ده عبد، العبد ما ينفعش يعوض لانه ملوش مثل، مش كده برضو؟ ليه قيمي. قال لك هنا مستثناء لتشوف الشارع لايه؟ لتحرير الرقاب بس، مما لا يصح الاعتياض عنه لتشوف الشارع للعتق، بخلاف الحوالة عليه بان يحيل السيد على المكاتب ثالثا بدين الكتابة فلا تصح، لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من إلزامه به. يعني بالعكس بقى، أنا أحيل، يعني محمد عايز ياخد مني 1000 جنيه كل شهر لمدة مثلا 5 شهور عشان ليه 5000 جنيه لي، كويس؟ أو ما أنا أحيله على عبد، على عبد من عبيدي ياخد منه قسط الكتابة، يقول لك الصورة دي ما تنفعش، بخلاف ان العبد يحيل سيده على تالت تنفع. لكن العبد انا ما احيلوش على العبد ياخد منه قسط الكتابة ليا، ليه علي؟ ليه؟ لان عقد الكتابة ليس لازما علي انا اصلا، انا في اي وقت ممكن افسخه، واضح؟ فهمت الصورتين مختلفتين ازاي؟ انما العبد نفسه لما بيتعامل مع ثالث ففيها لزوم، لكن ما ينفعش عقد الكتابة بين العبد وسيده ليس لازما على السيد، فما ينفعش يحيل المحتال على
العبد فيأخذ دينه من العبد. ليه؟ لأنه ليس لازم عليه. احنا لازم بد ان يبقى لازم او يقول للزوم. واضح؟ فهمت الصورة دي؟ فإن أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة. هنا ايه؟ لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب، فلا يتمكن المحتال من إلزامه به، وخرج بدين الكتابة دين المعاملة. فإذا أحال به السيد على المكاتب صحة الحوالة. دين المعاملة ده لازم في الجملة، ديون المعاملات، لكن ديون الكتابة لا. واضح؟ لأن دين المعاملة لازم في الجملة، وخرج بقول أن يكون لازما أو يقول إلى اللزوم جعل الجعالة. جعل الجعالة اللي هي إيه؟ اللي احنا نسميها بلغة المصريين يقول لك الحلاوة. أنا ابني تاه مثلا، فرحت قايل عملت إعلان في الجورنال بصفة ابني وصورته، وقلت اللي هيجده هديله 100,000 جنيه. يبقى ال 100,000 جنيه دي اسمها جعالة، جعل الجعالة. واضح؟ مكافأة على اللي هيجيبه لي، هديله 100,000 جنيه. يبقى لا يصح الحوالة على الجعالة دي إلا لما يقوم بيها. ولا واحد مجرد راح يدور في الشوارع على العيل يقوم يحيل عليه وهو لسه ما قبضاش، هو لسه ما لقاش العيل أصلا. فاهم؟ فما ينفعش جعل الجعالة يحال عليه قبل القيام بإيه؟ بالمطلوب منه اللي هو تحصيل الجعالة نفسها. وخرج بقول أن يكون لازما أو يقول إلى اللزوم جعل الجعالة، فلا تصح الحوالة به ولا عليه قبل تمام العمل. واضح؟ فهم؟ ولو بعد الشروع فيه، ولو بعد ما شرع فيه برضه ما ينفعش، لأنه يمكن ما يلاقوش، يبقى بيحيل على شيء قد لا يقول إلى اللزوم. واضح؟ لعدم لزوم حينئذ بخلاف بعد تمام العمل فقد لزم. لو تم العمل ولقى الواد خلاص لزم، يبقى ساعتها ممكن ايه؟ كان هو اصلا مشتري عربية ب100,000 جنيه وما دفعش ال100,000 جنيه، والراجل بتاع اجنس العربية كل يوم بيقول له هتجيب فلوسك امتى؟ يقول له اصبر شوية، ارى الاعلان في الجورنال في طفل تايه، اللي هيلاقيه هديله 100,000 جنيه. يدور وهو ماشي حظه حلو، لقى العيل قاعد في ركن بيعيط، خد الواد في العربية، واخد بالك، وراح للاجنس قال له احلتك ب100,000 جنيه اللي ليك عليا بالجعالة اللي انا لقيت بيها الطفل ده، وادي الاعلان اهو، انا ليا 100,000 جنيه والواد، وهروح اسلمه لابوه وتاخد انت من ابوه ال 100,000. فهمت تمشي ازاي؟ لانه تم العمل، اتم العمل. فهمت بقى المسألة؟ نقف عند هذا الحد على الشرط الرابع، نكمله ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.